لا شك أن هذا الأسبوع حافل بالبيانات، يعني من ناحية نتابع أرقام التضخم التي تصدر يوم غد أرقام الـ CPI ويوم الجمعة أرقام الـ PPI. ما التوقعات بالنسبة لمضي الفيدرالي قدما بشأن أسعار الفائدة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى تراجع التضخم؟ نعم، مرحبا نوف. أول شيء بالنسبة لنسب التضخم الـ CPI متوقع تكون حوالي الـ Core CPI 3.4% 3.4%. الإيجابي بموضوع أسعار التضخم هي أنه الـ Expectation، توقعات التضخم من قبل المستهلكين، هيدي عم تبلش تنزل على عام عامين وثلاث أعوام، فهيدا شيء إيجابي بالنسبة للفيدرالي. تاني شغل الفيدرالي، أكيد شفنا مبارح حكى عن أرقام الوظائف، بتصور بدنا نحكي عن الموضوع كمان. يجب أن نتحدث عن الموضوع، يعني هو جيروم باول كان أعطى إشارات متباينة بعض الشيء، يعني من ناحية قال أنه لازم نخفض أسعار الفائدة بشأن يعني النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى قال أنه نحتاج المزيد من البيانات، بالتالي الدولار كان طلع، فكيف نفسر هذا التباين في ما تحدث عنه جيروم باول؟ يعني بالنسبة لخطاب جيروم باول بنسميها هيدي ميكست باج، يعني قال نحن ما شلنا شيء عن الطاولة، نستبعد نرفع أسعار الفائدة بس أنه بعدها على الطاولة. المتوقع هلأ هو تخفيض، بس اللي عم يأخر هيدا التخفيض وهيدي تكلمنا فيها سابقا هي الانفاق المالي اللي عم يصير، فيسكال سبيندينج اللي عم يصير من قبل الحكومة الأمريكية. 25% من الناتج المحلي الأمريكي عم يكون الانفاق الحكومي. هيدا انفاق الحكومي عادة بنشوفه بالأزمات بأمريكا، بالحروب، يعني شفناه بعام 2008، شفناه خلال الجائحة، فغير تقليدي نشوف هيدي نسبة من الانفاق الحكومي. الانفاق الحكومي مثل ما بنعرف هو توسعي، هو بيؤدي للأسعار انه تزيد. فاليوم تخوف الفيدرالي برايي انه هو تخفيض اسعار الفائده واستكمال الانفاق الحكومي اللي عم يصير، اللي ممكن يرجع يخلي اسعار الفائده ترجع تطلع. فبراينا هذا اللي التردد اللي صاير من قبل الفيدرالي. بالتالي البيانات اذا صدرت يوم غد واذا اتت كما كان متوقعا، تعطي جيروم باول البيانات اللي هو ينتظرها، او يعني ننتظر ارقام اخرى كذلك. هو جيروم باول يعني مثل ما قال هن الداتا ديبندنت، بيعتمدوا على البيانات، واليوم البيانات اللي محطوطه تحت السبوت لايت هو ارقام الوظائف. فشفنا ارقام الوظائف عم يعني من سيء لأسوأ. اذا بنطلع على ارقام الوظائف اللي صدرت مؤخرا، هو صحيح النون فارم بيرولز، ولكن من ناحيه اخرى البطاله عم ترتفع، ارتفعت الى حوالي 4.1% مقابل توقعات كانت بان تاتي عند 4%. فبالتالي نعم، بس في نون فارم بيرولز اتت اعلى من المتوقع. 4 من 5 أشهر الماضيه تم تعديلها نحو الانخفاض، نحو الخفض. فيعني واضح انه ارقام الوظائف من سيء لأسوأ، فهيدا بشجع بتصور الفيدرالي كمان تخفيض الفائده. السؤال هل راح يكون بشهر سبتمبر او لا؟ ولكن برايك يعني هل ما زلنا ننظر الى خفضين سبتمبر وديسمبر؟ بكل صراحة خفض أو خفضين، يعني عم نحكي عن 25 نقطة أساس 25 نقطة أساس، نحن على 5.5 حاليا، 5.25 5.5، تأثير جانبي. يعني إن كان خفض أو تخفيدين، مجرد التخفيض خلاص، يعني نحن دخلنا بسايكل بدورة تخفيض الأسعار الفائدة، واحدة أو اثنين برأينا ما كتير إلا معنا. طيب دكتور راين، إلى أي حد باعتقادك أنه هل السياسة تلعب دور بالاقتصاد الأمريكي، يعني خاصة أسعار الفائدة؟ كنا تابعنا بعد المناظرة ما بين ترامب وبايدن ارتداد قوي على أسعار عوائد سندات الخزانة، بالتالي هل أصبحت السياسة يعني تساهم للقرارات كما الديتا؟ برغم أنه الكل بيقول الفيدرالي هي مؤسسة مستقلة، نحن برأينا منا مستقلة لأنه بتتأثر بالسياسة. شفنا وقت الرئيس ترامب وقت كان هو رئيس، الضغط اللي كان يمارسه على الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة كان عالي جدا. فاليوم أكيد يعني الديمقراطيين بحاجة أنه أسعار الأسهم، أسواق الأسهم تبقى طالعة، فعشان هيك أنه بحاجة اليوم تبقى يعني الوظائف إيجابية، لأسواق الأسهم إيجابية. ففي ضغط برأينا على الفيدرالي أنه يبلش يخفض أسعار الفائدة، لأنه هذا رح يعطي شوية دفع للأسواق للاقتصاد. طيب دعنا نتحدث قليلا عن قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع 8 على التوالي، إلى متى؟ يعني هل سيستمر في هذه القرارات، أو ممكن أن هو كان تحدث البنك أنه لن يخفض للربع الثالث من عام 2025، ولكن يعني هل هذا منطقي؟
يعني صعب بكل صراحة. يعني هون صار عم نحكي speculation، يعني شبه مضاربة، تقدير شو ممكن يعملوا. كله data dependent، أي بيانات ممكن تطلع بتأثر بشكل material على قرارهم، يعني ما راح ينتظروا 2025 أكيد. طيب دعنا نتحول بحديث قليلا إلى أوروبا. الآن في فرنسا برلمان معلق، وكنا شاهدنا أو تابعنا فشل بالائتلاف ما بين اليسار والوسط، واللي هو يعني أكيد بقيادة إيمانويل ماكرون. كيف سينعكس ذلك سواء على اليورو أو على المؤشر الفرنسي؟ يعني اليوم فرنسا رحنا من 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 وضع إنه دين بحالة سيئة، أو دين بحالة سيئة جدا، أو دين بحالة مصيبة. يعني خلينا نقول فاليوم المشكلة بفرنسا هو العجز المالي الكتير كبير. اليسار المتطرف إذا هني حكموا هون بدنا نتوقع أنه العجز بده يزيد بشكل كتير كبير، لأنه بده يزيدوا إنفاق الحكومي، بده يرفعوا الحد الأدنى للأجور وغيره وغيره، وسنة تقاعد وبده يعني يتراجع قضية سنة التقاعد. فاليوم فرنسا اقتصاديا فيها مشكلة جدية. وين الأمل؟ الأمل هو أنه بالوسط، يعني اليسار شوي واليمين شوي والوسط يتحالفوا سوا، ساعتها ممكن يكون عندهم 289 نائب اللي هي الأبسولوت ماجوريتي. إذا أخذوا الأبسولوت ماجوريتي ساعتها يعني الأمور ممكن تكون إيجابية شوي أكثر لفرنسا. بس يعني للأسف الشديد كفرنسي بقول هيدا وضع مستبعد للأسف.